يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد كنا توقفنا عند كتاب القضاء والشهادات. القضاء يعني كتاب القضاء والشهادات، القضاء اللغة الحكم والفصل، ويطلق أيضا من معاني القضاء في اللغة، يطلق على إحكام الشيء وعلى الفراغ منه، يطلق على إحكام الشيء وعلى الفراغ منه. فإذا كان الشيء الذي يعني فإذا كان يعني هذا الشيء أمرا شرعيا، فالقضاء هنا بمعنى الإحكام، ومنه قوله تعالى الإحكام يعني الفرض، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذه أمور شرعية. فالقضاء هنا بمعنى الإحكام، يعني أحكم هذا الأمر وقضى به وأمر به. وإذا كان هذا الشيء أمرا يا مقدرا فالقضاء يطلق بمعنى الفراغ منه، ومنه قوله تعالى وكان أمرا مقضيا، فرغ منه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يحتمل أم يحتمل أنه فقضهن سبع سماوات فرغ من يعني من تسميتهن سبع سماوات، ويحتمل هذا بأن هذا مقدر في الأزل، يعني قدر سابق. فقضهن سبع سماوات يعني قدر الله جل وعلا في الأزل سبع سماوات، الأمان محتملان. إذن القضاء في اللغة يطلق بمعنى الحكم وبمعنى الفصل، ويطلق على إحكام الشيء وعلى الفراغ منه. فإذا كان هذا الشيء أمرا شرعيا فالقضاء هنا بمعنى الإحكام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإذا كان أمرا قدريا فيأتي بمعنى الفراغ منه أو بمعنى التقدير الأزلي. وأما في الاصطلاح فقال هو تبيين الحكم الشرعي، قضاء في الحكم في الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء، نحن الآن نتحدث عن كتاب القضاء عند الفقهاء. إذن في الاصطلاح هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع المنازعات. طيب يبقى إذن القضاء في الاصطلاح يشمل هذه الأمور، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع النزاعات. طيب تبيين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه، لو من يبين الحكم الشرعي؟ يبينه القاضي، ويبينه من؟ يبينه العالم، ويبينه المفتي. إذن تبيين الحكم الشرعي شمل القضاء وشمل العلماء وشمل المفتين، لكن والإلزام به أخرج العالم والمفتي وأبقى القاضي، لأن العالم والمفتي لا يلزم، فقط يفتي، أما القاضي فعنده إلزام. ولذلك لو لم توجد هذه الضميمة يبقى لم ينضبط التعريف. نعم، لذا قال هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع المنازعات. وفصل الخصومات يعني الفصل في الخصومات، والخصومات جمع خصومة، الخصومة من التخاصم ومن التشاجر. نعم، وقطع المنازعات. وعلى هذا العالم أو المفتي لا يلزم الناس بفتوى، وإنما من الذي يلزم؟ قاضي لما يحكم يلزمه. اللهم إلا إذا تحاكم رجلان إلى عالم
ورضي بالتحاكم إليه، فهنا يكون قوله ملزما لهما لأنهما ارتضي التحاكم إليه، لأن هنا سيصير بمثابة قاضي. يعني من الذي له صفة إلزام؟ القاضي. لذا قال يبقى القضاء لغة، القضاء الصلاحا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع المنازعات، المنازعات جمع منازعة، يقطعها بأن يبين من المحق ومن المصيب فيرد الحق إلى أهله ويردع المبطل عن التمادي في باطله. لذا قال وفصل الخصومات وقطع المنازعات. حكمه والحكمة منه القضاء فرض على الكفاية، يعني كسائر فروض الكفايات، مثل الفقيه ومثل المفتي ومثل يعني حفظة القرآن ومثل علوم الطب والهندسة التي تحتاج إليها الدولة، كل هذه من فروض الكفايات. ومعنى كونها من فروض الكفايات أنه من قامت بهم، من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن البقية. لكن لو امتنعوا جميعا عن قبول القضاء فيصبح الناس بلا قضاة يتحكمون إليهم، حينئذ تأسم الأمة جمعا. وهذه خطورة فرض الكفاية عن فرض العين. فرض العين بتعلق بفرض واحد، لكن فرض الكفاية بتعلق بمجموع الأمة، فإذا لم يقم من تحصل بهم الكفاية أثمت الأمة كلها، كالجهاد في سبيل الله. فالجهاد فرض كفاية، لأن الله جل وعلا يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلو تركت الأمة كلها الجهاد أثمت الأمة كلها، لأن الجهاد فرض من فروض الكفايات. طيب إذا فهمنا حكمه والحكمة منه. الحكمة منه هو قطع المنازعات بين الناس، ولا يستقيم أمور الناس إلا بوجود قضاة يقضون بين الناس ويحكمون بينهم، حتى يعني تقطع مادة الخصومة بين الناس وتقضى على المنازعات وتوصل الحقوق إلى أهلها. إذن القاضي هو أداة من أدوات تحقيق العدالة بين الناس، ولذلك عندما يفسد القاضي فعلى الدنيا السلام. لماذا؟ لأن حينئذ لهو لن يقطع الخصومات ولن يفصل فيها ولن يرد الحق إلى أهله. ما الذي سيحدث حينئذ؟ حينئذ تتحول الدنيا إلى غابة، كل واحد يريد أن يأخذ الحق بيده لأنه لم يجد من ينصفه ومن يأخذ له الحق، فتضطرب أمور الناس ويضيع السلم الذي ينبغي أن يعيش الناس مع بعضهم بعضا في ذلك. فالأمر جد خطير، المسألة ليست سهلة، ولذلك جاءت التحريجات في عدالة القضاء جاء فيهم ما لم يأتي في غيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، يعني من كل ثلاث قضاة هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من كل ثلاث قضاة اثنان في النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة علم الحق وحكم به وقضى به فهو في الجنة، وأما القاضي الذي في النار قاضي قضى بالباطل وبغير الحق والعدل فهو في النار، والثاني قاضي يعني عارف الحق وحاد عنه قصدا لمحاباة أو نحو ذلك أيضا فهو في النار، صلى الله السلام والعافية والحديث، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في عند أحمد وغيره هو حديث صحيح، وسوف نتكلم على ذلك أيضا. ومن هذه التحريجات أيضا ما رواه أبو داود في سننه أنه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ذكر القضاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يجعله يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين قط في طمع. هذا الكلام على قاضي العدل، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة
فيلقى من شدة الحساب ما جعله يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين قط في طمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء. مسألة ليست يسيرة، مسألة. وأنت لما تتكلم وتقضي على الناس بالباطل أو بالظلم أو بالعدوان، هو أنت هو لا يعلم أن هناك محكمة أخرى؟ هو لا يعلم أن الملك من فوق سبع سماوات سوف يحكم في هذه القضية التي حكم هذا الرجل فيها، وحكم فيه بالباطل أو بالظلم أو بالعدوان، أو سجن من لا يستحق، أو قتل من لا يستحق القتل؟ مسألة. إذا كان هذا في القاضي العدل، فكيف بالقاضي الظالم أو الفاسق؟ أدلة مشروعيتي من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الشاهد من آية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فهذه فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهل معنى هذا إن جعلناك خليفة في الأرض؟ هل يمكن أن يقال إن طبعا الخليفة سمي الخليفة لأن الناس يخلف بعضهم بعضا، ومنه قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ويعني وكذلك يعني ومنه قوله تعالى يعني: وقال موسى لأخيه يعني أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم. وجعلناكم خلائف. نعم. إذن فالخليفة سمي الخليفة لأنه يخلف غيره. وهنا اختلف العلماء: هل يصح أن يقال خليفة الله ولا لا يصح أن يقال خليفة الله؟ على قولين لأهل العلم. من أهل العلم من رأى بأن لا يصح أن يقال يعني خليفة الله، لأن الخليفة هو الذي يخلف من سبقه، ومن الذي يخلف الله جل وعلا. نعم. فمن هذا المعنى يرون أن الخليفة هنا الخليفة لأن الناس يخلف بعضهم بعضا، وظاهر نصوص القرآن يعني وجعلناكم خلائف. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. نعم. خلفاء من بعد قوم نوح وخلفاء من بعد عاد. طيب ماشي 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 ماشي. إذن معنى نصوص القرآن كلها تدل على إيه؟ تدل على هذا المعنى أنه يخلف بعضهم بعضا. والقول الثاني في مسألة أنه يجوز أن يكون خليفة الله بمعنى أن الله جل وعلا نصبه كذلك، أن الله جل وعلا هو الذي جعله ذلك. ومن هذا المعنى هذه الآية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، لأن الله جل وعلا يعني استخلفه حتى يقيم شرعه بين الناس. ولذلك المنظور في الخليفة أنه بيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت هناك إيه؟ الخلافة. وطالما يخلف النبي صلى الله وسلامه عليه، يبقى يجب أن يكون الخليفة يخلف النبي صلى الله عليه في العلم والعمل والدعوة والسياسة، يخلفه في العلم فيكون عالما بالشرع. ولذلك كان الخلفاء كانوا أعلم الناس. من تولى خلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، سيد المؤمنين في عصره وأفضل المؤمنين بعد أبي بكر وعمر، ثم علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وكذلك في العلم وفي العمل، فكان الناس يتعلمون من هدي الخلفاء ومن سبتهم ومن هديهم ودليلهم. نعم. ومن الدعوة كانوا يقومون بالدعوة وبواجبها، يراسل الملوك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك ويرسل إليهم. نعم. ويعني يعلم الناس ويأمر بتثقيف الناس وتعليمهم وتفقيههم. والرابع السياسة، وكان يقود الناس وهذه مبنى الخلافة، أنهم يقود الدنيا بالدين. معنى الخلافة سياسة الدنيا بالدين.
سياسة شرعية منضبطة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال فهذه من أدلة مشروعية القضاء ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم. إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ ثم أخطأ فله أجران. طبعا وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقضي بين الناس، هو الذي كان يتولى صلوات الله وسلامه عليه القضاء بين الناس، وكذلك الخلفاء من بعده أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. إذن كتاب السنة دل على مشروعية القضاء، ومما دل أيضا على مشروعية حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، ومعنى وجود قاضي في الجنة أنه يدل على ماذا؟ على مشروعية القضاء. والإجماع كذلك أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. طيب. أما شروط القاضي فيشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية، والشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أن يكون مسلما، لابد من الشروط في القضاء أن يكون القاضي مسلما. لماذا؟ لأن الإسلام شرط للعدالة، فكل ما فإذا كان على ملة خلاف دين الإسلام لا يجوز أبدا أن يتولى القضاء، لأن القضاء أيضا لأن المفترض في القاضي بأن يكون عدلا، والإسلام شرط في العدالة، يعني لا يمكن أن يكون كافر وعدل أبدا. لذلك لا يجوز تولية الكافر. وأيضا في تولية الكافر القضاء في جعل الكافر ولاية على المسلم، والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك لا يجوز أن يولى على الناس، أن يولى على المسلمين حاكم غير مسلم، لا ينعقد له الحكم، لأن الله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن في رفع في ذلك رفعة له، وهذا خلاف مقصود الشرع. الثاني أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا عقل له ولا يعني فأن يكون مكلفا، ومعنى كون مكلفا أن يكون بالغا عاقلا، فالصبي لا يولى القضاء، كما أن المجنون كذلك لا يولى القضاء، لأنه يحكم بين الناس، يحكم في أعراض الناس وفي دماء الناس وفي الحقوق التي بينهم. الثالث الحرية، وهذا قول يعني كثير من أهل العلم، قالوا لأن العبد مشغول بحق سيده فليس أهلا للقضاء كالمرأة. ومن أهل العلم من يرى أنه ليس هناك دليل يمنع من تولي العبد القضاء إذا كان لذاك جديرا ورضي سيده بذلك، لكن على كل حال القول بمنع الاشتراط الحرية في القاضي قول كثير من أهل العلم. الرابع الذكورة، فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء. لماذا؟ لأنها ليست من أهل الولاية على الرجال، ولذلك ثبت عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه المروي في الصحيح، لما مات كسرى فولوا الفرس ولوا ابنة كسرى، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، البعض بيقول والله يعني قوم هنا قد يحتمل أنه المراد بكسر يا الفرس في ذاك الزمان، وأن المرأة دي ما كانتش لم تكن لذلك أهلا. قالوا لأننا رأينا بعض النساء أفلحوا، في بعض النساء ما أنديرة غندي وما وإسماعيل و13 والهالكة المجرمة الموجودة دي برضك اللي هي السفاحة دي اللي بتقول أنا لو عندي سلاح ناوي اللي هي بتاعت اللي رئيس وزراء يا بريطانيا بتقول لو عندي سلاح ناوي ممكن أقتل ب 100,000 واحد. قالوا لا فيها رجال فيها نساء وأطفال، قال فيها نساء وأطفال إرهابية. فقالوا احنا شايفين واحنا راينا هذا،
طبعا هل تعارض النصوص مثل ذلك؟ هل تعارض نصوص الشريعة مثل هذه؟ ثم إن هذه قولهم إن القوم ده احتمل فيه التخصيص، طيب لن يفلح قوم ولا قوم هنا نكرة ولا يعني أم أيام معرفة؟ نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي كده؟ يبقى صيغة إيه؟ يبقى شمل قصة وغير قصة. طيب وإذا كان في مثل هذا أن احنا رأينا بعض هذه، هذه لا يضد النصوص بهذا، لأن هي أيضا في مثل هذه الحالة أيضا هي عندها من المستشارين الرجال ونحو ذلك يقوم معه. وعلى أي حال نحن لا يلزمنا ذلك، إن يلزمنا الشرع يلزمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها قضت يعني يوم الجمل، طيب ما جرى على الناس ما جرى من قضاء يوم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهنا استدل أبو بكر الصحابي الجليل على نقد حكم عائشة رضي الله تعالى بذلك، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. البعض يقول لا، هذا أمهات المؤمنين لهم خصوصية، والصحيح أن النص عام لن يفلح قوم ولوا مهما كانت المرأة. ثم أن المرأة دي ضعيفة جدا، المرأة فيها من الضعف وفيها من العاطفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفيها من عدم الانضباط، ويمر على المرأة أحوال تكون المرأة خارج الخدمة، ويمر عليها من الحمل ومن الكذا ومن كذا، نعم، فكيف تتولى هذه أمور الأمة جميعا مثل هذه؟ طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسنت إلى إحداهن ظهرا ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت معك خيرا قط، وهذا هو معنى كفران العشير. نعم، إذن الصحيح بأن المرأة ليست من أهل الولاية، وقول الشرط الذكورة في القاضي هذا قول جماهير أهل العلم، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة، لأنه لا يؤمن ميل المرأة ولا يؤمن حيفها ولا يؤمن أن تغلبها عاطفتها، فلذلك لن يفلح هذا الحديث معنا في هذه المسألة. العدالة طبعا احنا الان بنتكلم، احنا لو كلمنا كان نقول والله ده انتوا ناس، ده انتوا التخلف ما التخلف، والله هم متخلفون، والله العظيم والله هم متخلفون. هاي واحده ترشحت اهي، انتخبوها في امريكا ما انتخبوهاش، مع ان الرجل اللي امامها يعني فاقد لكل مواصفات، ومع ذلك ما فيش، ما انت حتى هل ولوا من يوم ما انت تأسست هذه يا امريكا ولوا عليها ما ما ما, ما ولوا عليها ما العدالة فلا يولى الفاسق، لان القاضي بيحكم بين الناس، فالمفترض فيه انه يتقي الله ويتحرى الحلال والحرام ويتحرى تقوى الله عز وجل. فالفاسق ليس من أهل هذه المعاني، وإذا كان الله جل وعلا رد خبر الفاسق فكيف بحكمه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا كان خبر الفاسق أمر الله جل وعلا برد والتبين فيه فكيف بحكمه؟ اللهم المستعان. والله السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه كيف يحكم مع هذه العاهات المزمنة؟ لا هو يسمع ولا يتكلم ولا يرى. أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي القضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، يعني هو مثلا ولي القضاء في أحكام الأسرة مثلا، هو في هكذا يعني في تخصصات في القضاء، فإذا ولي مثلا في أحكام الأسرة يبقى لا أقل من أن يكون عالما محيطا بأحكام الأسرة، أحكام النكاح والطلاق والرجعة والحضانة والإلاء والقلع والزهار، ويعني الأحكام الشرعية وأحكام الحضانة والرضاع والمواريث وكل هذه لابد يكون محيطا بها. نعم، إذا هذه الشروط، يبقى أهم هذه الشروط أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يولى، لا يجوز توليد قاضي على ملة غير الإسلام، كيف يحكم؟ هو الأصل أن القاضي يحكم بالشرع. نعم، الثاني أن يكون مكلفا، فخرج به غير مكلفين من الصبيان والمجانين، لأنه لا الشرط الثالث الحرية، وفيها خلاف وعامة أهل العلم على ذلك، والمسألة فيها خلاف، البعض يرى الحرية ليست شرطا، والخامس
الرابع هو الذكورة، والخامس العدالة، والسادس السلامة من العاهات، والسابع أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي القضاء فيها. طبعا إذا كان إذا ولي قضاء في مسألة الجنايات وفي نحو ذلك فيكون عالما بقانون الجنايات. قانون الجنايات مش قوانين وضعية، القانون الشرعي في الجنايات وأحكام الديات والجراحات والقصاص وأحكام القتل، قتل العمد العدوان والقتل الشبه يعني شبه العمد والقتل الخطأ والديات ومقاديم الديات والجراحات التي فيما دون النفس ومقاديرها والتفريق بين المسلم وبين غير المسلم وبين الرجل وبين المرأة في هذه المقادير، يكون عالما بكل هذه والحدود وطبيعة الحدود وكيف تثبت الحدود وما هي البينة وشروط إقامة الحدود ونحو ذلك، كل هذه يكون عنده علم بها طالما أنه يتصدر لمسألة الجنايات. المسألة الثالثة أدب القاضي. طبعا في أدب هذا القاضي، الأدب معنى الأدب يعني مستحبات يجب، طبعا هذه الشروط إذا تخلف شرط منها لا يصح القضاء فيها. أما الأدب يعني ينبغي أن يكون متحليا بهذه الأدب، منها أن يكون قويا، أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، لينا من غير ضعف، لأنه حتى لا يطمع القوي في باطله ولا يأس الضعيف من عدله، أن يكون حليما متأنيا لا يتسرع بالحكم بين الناس. نعم. طب والقاضي اللي خلي اللي بيحكم بين الناس ويجعل كده هو بيحكم، يجعل بينه وبين اللي بيحكم فيهم خصومة، أنت هو ده يحكم بينهم فيهم ازاي؟ ده هو المفروض أنه هو يكون رجل واقف في يعني كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما أرسله قال وآسي بين الناس في مجلسك وفي قولك وفي نظرك، آسي بين الناس يعني يقف موقف المنصف لا يميل إلى هذا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما يقف في موقف الحكم الفاصل بين الناس. أما حين يجعل نفسه خصما، طب كيف يكون خصما وحكما؟ هذه مصائب كبرى، ولذلك يعني جلبت وستجلب على المسلمين الويلات والويلات. أن يكون ذا فتنة ويقظة لا يؤتى من غفلة ولا يقدع غيره، ينبغي أن يكون قاضي عفيفا ويعا، لو لم يكن عفيفا يبقى هيقبل إيه؟ يبقى هيقبل الرشا، هيقبل الرشوة ويصير أغلب، وهذا سبحان الله لا تتبعون سنة ما كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا وزراعا. يعني صار في يعني الرشوة صارت أول ما صارت في بني إسرائيل، صاروا يعني يأخذون الرشا على الأحكام، ثم دخلت إلى 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 هذه الأمة، لأن نزل نسمع كل يوم عن مصائب من هذه. أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة. نعم. كما قال علي رضي الله عنه يحرم على القاضي، وكذلك يحرم على القاضي أن يسر أحد الخصمين، أحرم عليه إنه يكلمك يسوى يعني يكلمه كلام كده، ولا يخليه قاعد والتاني واقف، ولا يقول له تفضل يا فلان، ولا تفضل والثاني يخليه في القفص، لا كل الكلام ده لا يجوز. يحرم على القاضي كذلك أن يقضي وهو غضبان غضبا وهو غضبان غضبا وهو يعني غضبان غضبا شديدا. نعم. ويعني وغضبان غضبا شديدا لقوله صلوات الله وسلامه عليه لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان، الحديث متفق عليه. ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر مثل المشكلات او الهموم او الجوع او الحازق او العطش او التعب او المرض. يحرم على القاضي قبول الرشوة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الغاشي والمرتشي في الحكم. الحديث رواه الترمذي وحسن هو حديث حسن صحيح. فالرشوة تمنع من الحكم بالحق وتمنع من إرساء العدقية من العدالة بين الناس، فيحكم بالباطل بسبب الرشوة التي أخذها. وهذه الرشوة لا تشترط فقط أن تكون مالا، ممكن تكون وعد، من تكون وعدا خليه محافظ ولا يخليه كذا ولا يجعله كذا ولا يوليه كذا. كل هذه داخل في الحديث لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي اللي هو حياشي اللي هو فاعل الرشوة اللي مقدم الرشوة، والمرتشي أخذ الرشوة. يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما. طبعا يعني لأن كيف هيحكم، لأن الهدايا النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فلم يعطيها دي يبقى يأسره، فممكن تكون الرشوة هنا مقنعة في صورة دي.
قالوا العلماء ما لم يكن عادة بالتهادي بينهما قبل ذلك، لا حتى لو كان هناك عادة بالتهادي بينهما قبل ذلك، لكن في مسألة الحكم هذه لا ينبغي أن يأخذ منها شيئا، لأنه هيأثر عليه لا محالة. واحد أعطاه هدية والثاني لم يعطيه هدية، يبقى خلاص يبقى في يبقى خلينا أنا مع الهدية مع الجزرة. لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ولا لعشيرته، فعش قد يقضي لابنه ولا يقضي لزوجته ولا يقضي لأخيه ولا لأمه ولا لأبيه، لأنه كل هؤلاء لا تقبل شهادته فيهم، ولا تقبل ولا وهؤلاء لا تقبل شهادتهم فيه. فإذا كان لا تقبل شهادته فيهم يبقى الأحرى حكمه لا يقبل فيه. لا يحكم القاضي بعلمه، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني هو يعلم مثلا ما معنى لا يحكم القاضي بعلمه، يعني أن المفروض أن القاضي بيقضي على نحو ما يسمع ويضع الأمور في نصابها، أما حين يعلم فلان ولا يعلم فلان فيقول أنا عالم فلان ده صادق وفلان ده أنا عارف أنه مش صادق، يبقى هو يبقى يحكم على هذا الرجل أنه يعلم أنه غير صادق، ولا لابد يكون عنده بينات ودلائل يحكم بها. هذا معنى لا يقضي القاضي بعلمه، وإنما يقضي بالبينات والقرائن والأدلة، مش مجرد أنه هو يعلم أن هذا الرجل صالح فلا يمكن أن يقول كذبا مثلا، فلا يمكن أن يدعي على آخر باطل لا خطأ. في قواعد، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذر. فإن مثلا يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا، يعني يوفر عليه الوقت ويكتب الوقائع والأقوال والشهود، ولو انشغل بالكتابة مش هيركز في الأقوال ولا في ضبطها ولا في الأسئلة التي ينبغي أن يوجهها لكل منهما، يبقى يتخذ كاتبا يعينه في ذلك. يستحب هذا، يتعين على القاضي أن يحكم، يتعين هنا على القاضي أن يحكم أمين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فبالإجماع، فإن لم يجد بالإجماع يبقى يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. نعم، أفحكم الجاهلية يبغون ولا يشرك في حكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون ولا يشرك في حكمه أحدا. الحكم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، والعدل هنا هيشمل، انتبه هنا، هو يجب عموما يعني دايما تجد ايه ان في المحاكم تجد كده رسمة العدالة والميزان، مش كده؟ ليت هذا الميزان يكون امام القاضي مش خلف القاضي، انه هو لا يرى. على كل حال الرؤية وعدم الرؤية مش حين، لكن القاضي يجب عليه العدل، والعدل يشمل امرين، العدل في الاحكام، العدل في الحكم، والعدل في المحكوم عليه. إذن العدل يشمل هذين الأمرين، العدل في الحكم بأن يكون الحكم مطابقا للشريعة، لأن أحكام الشريعة كلها عدل وفي غاية الإنصاف، يبقى لابد أن يكون حكمه هذا من العدل في الحكم، أن يكون حكمه موافقا للشرع، لأن خلاف الشرع ظلم وعدوان وباطل، واللي في أحكام الشريعة فالشريعة عدل كلها، نعم، منصفة كلها، لأنها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، الذي خلق الإنسان وضع له هذا الشرع، هذا هو كتيب الإرشادات، بمثابة كتيب الإرشادات، الصانع الذي يضع الصانع لصنعته، حين يريدون أن يغيروا في الصنعة فلا يتبعوا إرشادات الخالق سبحانه وتعالى ولا الشريعة، يبقى هيطلعوا نماذج مشوهة، يخرجون نفايات بشرية، آفات، لن يؤدي الإنسان الوظيفة التي خلق لها إلا إذا اتبعنا فيها الشرع المنزل من السماء. يبقى إذن الحكم العدل يشمل العدل في الحكم ويشمل العدل في المحكوم عليه، أنه لا يحابي أحدا، يواسي بين الناس،
لا يقدم أحدا على أحد، لا يقدم له قرابة أو له وجاه عنده أو له صحبة عنده أو صاحب جاه أو سلطان، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: وآسي بين الناس في وجهك، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. يا سلام. آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى المجلس والوجه، نظرة الوجه نفسها، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. أسأل الرابعة طرق الحكم وصفته. طبعا الحكم، طبعا نحن الآن في عجالة في مثل هذه الأشياء، والكتاب هنا فيه فقط يرشدك إلى رؤوس المسائل، وإلى كل مسألة من هذه المسائل فيها تفصيلات عند في المطولات. فتوصل القاضي إلى الحكم في قضية بكيفة؟ باتباع الخطوات الآتية. إذا حضر عنده خصمان، ماذا يفعل؟ هيجلس هما بين يديه، في واحد مدعي وواحد مدعى عليه. مين المدعي؟ اللي هو بيقول أنا والله لي عند فلان كذا، والمدعى عليه يقول ثاني، يقول هكذا الخصومة. فعندما يأتي هذا الرجلان المسألة، هو يجلس أمامه رجلان، يجلس أمامه رجلين ويسأل المدعي أولا، يسمع من المدعي ما هي الخصومة، ما هي القضية، ما هي المشكلة. والله القضية هذا الرجل ظلمني وأخذ مني كذا وأخذ مني كذا. طيب عندك بينة على ما تقول؟ لابد يسأله عن البينة، هو بيدعي. والنبي صلى الله عليه يقول، والحديث عند الترمذي وعند أهل السنة وحديث صحيح: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أسأله: عندك بينة؟ عندي بينة. نعم والله عندي بينة. هذا وصل له، إمضاء، هذا إقرار منه بهذا الحق، وهو يشهد حقي. قدم له البينة، نظر في البينة، سأل الرجل: هذا إمضاءك؟ يقول: نعم إمضائي. خلص هيقضي مباشرة، أنت أخذت منه هذا كذا، أنت لماذا تكب، أنت ما أنت مضيت على هذا حقه، لماذا تشهده، فكيف يتمنص منه؟ لا يستطيع، فيقضي عليه مباشرة بالحكم. خلص بينا على من الدعوة واليمين على من الكهر. لما حين لا تكون هناك بينة هنلجأ إليه اليمين، لكن الأول عنده بينة، يبقى هنقضي بالبينة. سأل الرجل: ليس عندي بينة. طيب يبقى صارت هذه دعوة. يسأل الثاني: حدث هذا؟ ما يقول: لا ما حدث. طيب الأصل بأن هذا الرجل بريء ولا لا؟ مين الجانب الأقوى فيهم؟ لما كان عنده البينة، خلاص البينة فصل. إذا لم يكن عنده بينة، مين الجانب الأقوى؟ البريء الأول الثاني. ما واحد يدعى: ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي، ولا ادعى أناس دماء أقوام وأموالهم. لو كانت المسألة بالدعوة، فالجانب الأقوى فين هنا؟ المدعي عليه، خلاص هيحلف. طيب تقسم على هذا بأنك لم تأخذ منه شيئا؟ لو أقسم ما عدا وجود البينة هيقضي ببراءة هذا الشخص. والله حلف كذبا، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى: إنما أقضي على نحو ما أسمع، إنما أنا بشر مثلكم، يعني وإنما أقضي على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من أخيه. وحيقضي على الظاهر اللي أمامه، لأن القلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. نعم. إذا لم يكن له بينة والثاني، طب إذا لم يكن، يعني طبعا احنا بنتكلم في مسألة سهلة جدا، لكن في مسألة معقدة عن هذا. طيب هب أن الرجل ده ليس عنده بينة، لكن عنده شاهد واحد، في واحد شاهد أن هذا الرجل أخذ، يعني مال هذا الرجل، أو أن هذا الرجل باع لهذا الرجل وهذا الثاني لم يؤدي ثمنه. طيب وهل يصح الشهادة واحد؟ فإن لم يكون رجلين فاستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا لو وجد شهدان شهدوا على هذا، يبقى دي بينة ولا لا؟ بينة، خلاص هيقضي بها مباشرة. سن يحلف كما يحلف،
بينة على ما الدعوة والشهود شهدوا على ذلك، شهدوا شهادة زور يعني علمهم عند الله شأنهم أمرهم إلى الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من شهادة الزور. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ها؟ وكان متكئا فجلس، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فلما زال صلوات الله وسلم عليه يكررها حتى قلنا ليته سكت من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وتروح المحاكم الآن بخمسة جنيه، بخمسة جنيهات، ما عادش بخمسة دلوقتي، ممكن يكون بخمسين دلوقتي عشان الخمسة خلاص الجنيه راح في داهية. فبخمسين جنيه ولا شيء، ولا يجي واحد مجرم شغلته انه يشهد زور طول النهار، هو شغلته كده جالس، والقضاء يعرفوه، يعرف الراجل ده، ما هو كل شويه بيدخل. والقاضي في هذه الحاله يحكم برضه بالشهاده؟ لا، لو عالم هذا كيف يحكم بالشهاده؟ ده يحبسه، المفروض يضربه بالحذاء على راسه ويدخله السجن، ويدخله السجن، وكل شويه يجي يشهد، ده شاهد على كل الدنيا ده ولا ايه؟ فمجرمون هؤلاء. طبعا هؤلاء بسبب قله الديانه وبسبب الفسق والفجور اللي فيهم، فالناس يتجرؤون على محارم الله سبحانه وتعالى، ممكن يتجرؤ على كفر بالله سبحانه وتعالى، ممكن يعني سهل جدا عند كثير من الناس والله بسبب فسقهم انه ممكن يتنصر لاجل المال ولاجل العز والله. نسال الله السلامه والعافيه. اذا في هذه الحاله لو في شاهدان هيحكم، طب لو في شاهد واحد هنا لا نستطيع ان نحكم بالشاهد، لكن الشاهد لكن لا في شاهد قوى جانب من فيهم قوى جانب المدعي. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قضى لصاحب الحق بيمين بشاهد ويمين، قضى بشاهد ويمين، فهنا هينضم للشاهد لان جانب المدعي هو الاقوى، هينضم ايه؟ هينضم يمين المدعي، لأن طالما هو وجد شاهد يبقى قوى جانب المدعي، ودائما اليمين بيكون في جانب من؟ في جانب الأقوى. ولذلك في القسامة مر علينا، في القسامة اللي هو قتيل قتلته أهل بلدة وبينهم أو قتلته قبيلة ومعلوم إن في ثروات بينهم، مين الجانب الأقوى المدعي؟ ما هو لو لم تكن مرت علينا الشروط في القسامة أن يكون هناك قرائن تدل على ان وجود صارات بينهم، وجود عصبية بينهم، وجود نزاعات بينهم، وإلا لو جيت قبيلة دعت على قبيلة بدون شيء مش هتقبل الكلام ده. لكن لما يكون في هذه بقسم، مين اللي يحلف؟ قال تحلفون خمسين، يحلف خمسون منكم وتستحقون دم صاحبكم، يحلف خمسين رجل منكم على الناس دي هم اللي قتلوه، وهيحلفوا على فلان، مش هيحلفوا عام كده، ما هو لازم يحلف على فلان بس خمسين واحد. لماذا كانت القسامة في جانب ال... لأن جانبه إيه؟ أقوى. القتيل موجود عند الجماعة دول قريب من محلاتهم، في بينهم نزاعات، الدم مثلا بعضهم عليه دماء، يبقى هنا في فجانبه الأقوى، فلذلك القسامة كانت إيه؟ ولذلك اليمين بيأتي في جانب إيه؟ في جانب الأقوى. فهمنا المسألة؟ طيب إذا في حالة وجود شاهد يبقى مثلا قضى بشاهد ويمين. طيب الرجل ليس عنده بينة والثاني يحلف، أبى أن يحلف المدعي عليه، فأنا من أهل العلم من يرى إيه؟ من يرى إنه إذا لم يكن عند المدعي بينة والمدعى أبى أن يحلف، يبقى في هذه الحالة يقضي عليه بالحكم ويحكم للمدعي. ومنهم من يفصل في المسألة، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. بمعنى ايه؟ واحد جيل واحد قال لهم انا ليه عند والدكم 10000 جنيه. طيب يا عم عندك وصل بهذا؟ لا ما عندنا وصل، ما عندك وصل بهذا. عندك بينه على هذا ان ابانا استغفر الله اخذ منك هذا المبلغ؟ فيقول ما عندي. طب القاضي يقول لهم احلفوا انه، طب واحنا نحلف؟ ممكن يكون اخذ ولا ما اخذ، فابوا ان يحلفوا. فهنا شيخ الاسلام ابن تيميه اللي يقول ان هنا يتجه اليمين الى من احاط بالواقعه، الى من احاط بالواقعه. طبعا لو حلف اولياء الميت خلاص الموضوع انتهى، لكن احنا بنتكلم على ايه؟
أنهم أبوا أن يحلفوا لأنهم لم يشهدوا، لأن ربما بس مفيش بينة بس ربما حدث، لكن أولئك أبوا أن يشهدوا على ذلك. سبحان الله. السلام. فهنا في هذه الحالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى إن اليمين اتجه هنا إيه؟ لمن أحاط بالواقع، كأن يكون هذا الرجل كان بينه وبين الوالد بعض المعاملات، بينه وبين ولدهم بعض المعاملات، ومش هيجي واحد ما يعرفوش مثلا يقول أنا والدك أخذ مني جهاز، أنت تعرف أبانا منين؟ تعرفهم منين ولد أحمد؟ فالكلام ده يعني اللي أبين على المدعوة في هذه الحالة هيقسمونه هذا الرجل، وانتهت القصة، الناس عنده بين. لكن لو كان هذا الرجل له بينه وبين ولده تعاملات ونحو ذلك، يبقى هو ملم ولا لا؟ يبقى ممكن يكون هو فعلا الجانب الاخر. فهنا الشيخ الاسلام تيمية يقول اتجه اليمين الى هذا الرجل، يبقى القول قوله هو بيمينه. ليه؟ لانه جانبه اقوى ولا لا؟ اقوى لوجود ايه؟ هذه بعض بعض الامور التي يتكلم فيها هؤلاء. نعم. وطبعا وذهب جماعه اخرون الى ان اليمين اذا 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 نكل يعني الرجوع، إذا نكل يعني أبى أن يقسم، نكل يعني ما لم يقسم، إن كل معنى الرجوع. زي ما جماعة تقول إلى أن يمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيحلف ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه. فإذا حلف المدعي عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك، قال له ما عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، والثاني حلف المدعى عليه، هيعمل إيه؟ هيخلي سبيله، هيقضي للمدعى عليه. لكن بعد ذلك جاء الرجل ببينه، تقبل هذه البينه. لذلك قال فاحضر المدعي بينه، بعد ذلك حكم له بها. طبعا المساله هنا فيها خلاف بين العلم، لكن هذا هو الصواب، لان يمين المنكر لا تزيل الحق، البينه اقوى من اليمين، بينه اقوى من اليمين البينه. وزيك قدم النبي صلى الله عليه وسلم البينه، قال البينه على من ادعى واليمين على من انكر. وإنما يستعمل اليمين في حالة عدم وجود البينات لإزالة الخصومة. الباب الثاني في الشهادات. طيب، على كل حال الشهادات جمع شهادة، والشهادة في اللغة هي الخبر القاطع المشتقة من المشاهدة. ليه؟ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعينه، والمراد بها عند الفقهاء الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو يقول أشهد شهدت أو ما يقوم مقامهم. إذن الشهادة هي مربع عند الفقهاء، هي الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، واحد يشهد بذلك. نعم. وسميت شهادة لأن الشاهد يشهد بما إيه؟ بما شاهده وعاينه، ولذلك في الشاهد لابد أن يكون مستند إيه؟ مستند شيء يقيني، سمع، حضر المجلس، عاين ببصره، سمع بأذنه. حكمه تحمل الشهادة في غير حق الله، يعني في حق الآدميين، فرض على الكفاية. أيضا كما أن القضاء فرض على الكفاية، أيضا وجود الشهود فرض على الكفاية. لأن الحكم تحتاج إلى من ينصفها. نعم. والله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إذن هي فرض على الكفاية، والله جل وعلا فإن لم يوجد ما يكفي أثم الجميع، قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دلوا، يعني هذا يدل على وجوب أداء الشهادة. طيب، يعني في فرق بين التحمل، وأما الأداء فرض عين. الكلام ده في التحمل، يعني إيه؟ في تحمل الشهادة أن واحد هيشهد، يشهد حاجة شيء بين اثنين، فهذه فرض على الكفاية. أما أداء الشهادة إذا طلبت منه ليس له أن يمتنع عنها، ولذلك هي فرض عين لقوله تعالى ومن يكتمها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وهذا وعيد شديد، فإنه آثم قلبه، يعني قلبه تشرب الإثم لامتناعه عن أداء الشهادة، فدل على فرضيته. يشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد، يعني يشهد ولكن إذا كان الشاهد هيتعرض لضرر يبقى لابد أن يؤمن الشاهد من الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر.
أدلة مشروعية تدل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أدلة كثيرة، ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، وأقيموا الشهادة لله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء. ومن السنة حديث المسعود رضي الله عنه وسلم قال شهداك أو يمينه، والحديث متفق عليه شهداك أو يمينه، لأن الشهادة بينة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما البينة على من ادعى مرفوعا واليمين على من أنكر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قضى لصاحب الحق بشاهد ويمينه. وأجمع العلماء على مشروعية إثبات الحكم الحاجز للدعية لها. شروط الشهادة التي تقبل شهادته: أولا الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل إلا إذا كان في سفر ولم يوجد معه من المسلمين من يشهدون على وصيته فيشهد هنا غير المسلمين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أن ارتبطتم لنا الشيء به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن هذا لمن أسبين. إذا قوله تعالى في حين اثنان ذوي عدل منكم، وهذا يدل على اشتراط الاسلام، نعم، او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض يعني سافرتم فلم يوجد فلم يوجد المسلمون وجد غيرهم فيشهد غيرهم في هذه الحاله. المساله الثانيه وهي شروط الشهاده الذي تقبل شهادته. اول طبعا الشروط كما علمناها، فيشترط فيما تقبل شهادته الاسلام، فلا تقبل شهاده الكافر. والثانيه البلوغ، واتفقنا على ما يستثنى من ذلك إذا كان المسلم في سفر وليس يعني ولا يوجد من أهل الإسلام من يؤدون الشهادة، فحينئذ يجوز شهادة غيرهم لآية المائدة وقوله تعالى أو آخران من غيركم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي من غيركم أي من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب. الثاني البلوغ والعقل، فلا شهادة لصغير ولا مجنون لأنهم ليسوا أهلا لتحمل الشهادة، نعم، ولكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة. طيب شهادة الصبيان هنستعمل إيه؟ هنستعمل وهو الطفل ليس أهلا للقصاص منه لا في النفس ولا في ما دون النفس، لكن في قيم المتلفات يعني سيؤدي ولي قيم المتلفات، فصحيح شهادة الصبي لا تجوز، لكن شهادة الصبي على الصبي هنا معتبرة في هذا، نعم. وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعطوء والسكران. الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس حتى لو فهمت إشارته، اللهم إلا إذا كتب إذا لو أدى الشهادة يعني كتابة حينئذ تقبل شهادته، طالما حتى أقسم بالله كتابة وكتب الشهادة حين تقبل، وإلا في الأخرس لأنه لا يستطيع أن يؤدي الشهادة. الحفظ والضبط واليقظة، فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بالكسرة الخطأ والسكر لعدم حصول الثقة به. العدالة، فلا تقبل الشهادة من فاسق، لأن الله جل وعلا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، والعدل هو المستقيم في دين نظر من ريبة، ولذلك هؤلاء الذين يشهدون الزور هؤلاء فسق لا تقبل شهادتهم أبدا، نعم. إذن هذه هي الشروط، الإسلام والبلوغ والعقل، والثالث هو الكلام، والرابع العدالة، والرابع الحفظ والضبط، والخامس العدالة. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالشهادة. يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد، فلا يجوز له أن يشهد بما لم يسمع، بما لم يعلم، وما لم يره، وما لم يسمعه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك بعلم، وعلل الله جل وعلا ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بقوله تعالى إلا من شهد بالحق هم يعلمون، إلا من شهد بالحق هم يعلمون، يعني يشهدون على علم وعلى بصيرة، والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة، نعم، فيما لا يحصل إلا بها غالبا كالنسب والموت، نعم. الثاني لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهم، وكذلك أحد الزوجين على الآخر، نعم. فلو شهد على أبيه يقول وتقبل الشهادة وكذا لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهم وكذلك أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل الشهادة عليهم
تعرف يعني في فرق بين انه يشهد له وان يشهد عليه. طبعا يشهد له المحاباة يعني يشهد له المحاباة فيها واردة ولا لا واردة، لكن 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 يشهد عليه صعب. ولذلك قال فلو شهد على أبي أو ابني أو زوجتي أو شهدت عليه قبلت عدم التهمة في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن في الشهادة له غير جائزة، لكن الشهادة عليه يشهد عليه لأن لعدم وجود التهمة والمحاباة في ذلك. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، نعم، ولا من يجو إلى نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضرر عن نفسه. أما العدوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسنية على المبتدع. يعني طبعا لا تقبل شهادة العدو على عدوه، الناس اللي بينهم إيه اللي بينهم نوع من العداوات، نعم، مش الكلام ده له نظير عند الحديث إنه 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 لا يقبل إيه قول الأقران في بعضهم بعضا، اللي بينهم نوع ايه من الحزازات. فكذلك هؤلاء. طبعا اما العدوى في الدين لا تمنع، يعني المسلم يشهد على الكافر والسنية مبتدع، يجب على الشهادة ان يشهد بالحق ولو على اقارب الناس اليه، ولا تجوز المقابله، يعني الله جل وعلا كل يعني اي يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. حتى لو كانت الشهادة هتؤدي إلى ضرر، لا ليس عليك فلا توعين في ذلك، بلشر بالحق وإن عاد ضرر عليهم. الخامس تقبل الشهادة على الشهادة، تقبل الشهادة على الشهادة، يعني نشهد أمام فلان، نحن نشهد أن أو أمام فلان وعلان إحنا نشهد أن الرجل ده هذا رجل له حق عند فلان، لكن تعذر إحضار الشهود الأصليين لمرض أو لبعد مسافة كبيرة جدا، فهنا تجوز الشهادة أنهم يشهدوا على أن هؤلاء شهدوا أمامهم كذا. لماذا معنى الشهادة على الشهادة؟ لكن هذا في حالة تعذر حضور الشهود الأصليين. السادس لا تقبل شهادة الزور والكذب، وهي من بل هي من أكبر الكبائر، لأن الله عز وجل فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يجوز للشاهد أخذ الأجر على أداء الشهادة، لكن لو عجز عن المشي إليها ليبقى على عن لأنه كان يكون الشهادة في بلد أخرى فله له أخذ أجرة الركوب، لأن الأصل أن الشهادة بتعبد بها لله جل وعلا، لأن العبادة هي كل ما أمر الله جل وعلا به، والله جل وعلا يقول يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم، نعم، واشهدوا ذوي عدل منكم. عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به، يعني تختلف بحسب الجريء على حسب المشهود عليه. فمثلا جريمة الزنا واللواط تحتاج الى اربع الى 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 يعني اربعة شهود، يعني الله جل وعلا يقول فيعني لأن الله جل وعلا والذين يمون المحصن ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. أما الشهادة مثلا في على الخصومات المالية فيكتفى فيها بشهيدين فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. بقية الحدود يكتفى فيها إيه؟ بقية الحدود يعني كالسرقة يعني قذف اشترط في أربعة والذين يمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فكيف يكون بأقام بقية الحدود ومما طلع عليه مش هذا هو بيقول لقوله تعالى لولا جاب عليه بأربعة شهداء أما بقية حدود كالسرقة والقذف وكذلك مما ليس مالا ولا يقصد به المال ولا يطلع به فيقبل فيها شهيدان من الرجال، لا، القذف لابد فيه أربعة والذين يرمون المحصن ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لازم يشهد أربعة في حال القذف. لا هو قذف يعني لا هو قذف يكتفى فيها بشهيدين وهو سرق يكتفى فيها بشهيدين، نعم، ولكن إثبات الجريمة في الزنا أربعة شهود، لكن ممكن يشهد رجلان على أن فلان قذف فلانا أو فلان سرق يبقى يكتفى فيها بشهيدين، نعم، فيقبل فيها شهيدان من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء في مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول واشهدوا ذوي عدل منكم، نعم، لكن في الخصومات المالية يقبل فيها شهادة
فشهادة يعني واستشهدوا شاهدين من رجالكم فلم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي. مش كده مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين اللي هو يمين المدعي مع الشاهد له. وهذا ما هو مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب وأما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاعة والسلم والولود فتقبل في شهادة النساء منفردات. يعني في مثل هذه الأشياء لا يحتاج إلى شهادة أي مرأتين، وإنما الحاجات الخاصة بالنساء يكتفى فيها بشهادة مرأة واحدة. ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنيا، واحد عنده ديون فادعى أنه بأنه فقير، في هذه هو بيدعي هذا حتى يتهرب من أداء الديون، يقول والله أنا معسر بعد أن كان غنيا. يبقى لابد من ثلاثة شهود، لحديث قبيصة ابن مخارق، لحديث قبيصة ابن مخارق قال فيما تحله مسألة، قال هو رجل أصابته فقط حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. يبقى هنا في واحد ادعى ليه، لأنه ممكن ادعي حتى يسقط الديون، يبقى لابد لو وكان غنيا يبقى احتاج إلى إيه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني ذوي العقل من الناس اللي هم أهل العقل، من قومي لقد أصابت فلانا فاقة. لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول أشهد أو شهدت، بل يكفي بذلك رأيت أو سمعت. نعم، وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تم المنهج لكم، الحمد لله كاملا بفضل الله عز وجل. صلى الله جل وعلا وسلم عليكم.